أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. Oh,
وأرسلنا
يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، استمرت من حديث رب العباد للعباد التي تلها على مسامع حضرتكم ذلكم العالم القرآني من فضيلة الأستاذ القارئ الحاج محمد محمود بدوي قارئ مصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية الأميرة مركز ومدينة تيل بابل. إدارة الصوت والضوء والفراشة الحديثة الكبرى إدارة الحاج محمود الغربلي وأولاده المقيمين بيعقوب التابع للنبيرة. حضرة السادة المعزين، شكر الله سيكم جميعا والبقاء لله وحده.